هل يمكن أن نشهد نشوب حرب بين روسيا واليابان؟ إنه احتمال وارد، فالتحركات بين البلدين غير مطمئنة، ولكن ما السبب؟ وما علاقة جزر الكوريل والصين والحرب الأوكرانية الروسية بذلك؟ كما يقال في السياسة، كل الساحات متصلة وكل الخطوات مدروسة، فما الذي يجري؟ دعونا نقرأ المشهد معاً. بعد ساعات من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا، قام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بزيارة مفاجئة لأوكرانيا، معلناً عن تضامنهم معها والثناء على صمودها. فاليابان التي لديها نزاعات إقليمية مع روسيا والصين شعرت بالقلق من توثيق العلاقات بين بكين وموسكو، فأرادت من هذه الزيارة لأوكرانيا إثبات مكانتها وتأكيد وجودها على الساحة الدولية. لكن مثل هذه الخطوة لن تمر مروراً عابراً على روسيا التي استفزها الأمر ولم تتأخر في التعبير عن غضبها، وردت على الفور بمناورات عسكرية وباشرت بنشر صواريخ باستيون في جزر الكوريل قرب اليابان. لكن ما رسالة روسيا من هذه المناورات؟ بحسب المحللين، روسيا تريد توجيه رسالة واضحة لليابان وللعالم بأسره بأنها يقظة وقادرة على الدخول في حروب أخرى حتى لو كان جيشها مشغولاً في أوكرانيا. أما عن جزر الكوريل فهي أحد الأسباب الرئيسية للتوتر القائم بين البلدين، والذي يعود لأكثر من 77 عاماً عندما قامت روسيا باحتلالها بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. وأمام إلحاح اليابان بالمطالبة بالسيادة عليها، عرضت روسيا إعادة جزيرتين فقط من أصل 4، لكن اليابان رفضت، ما أدى إلى نزاع مستمر. أما الحرب الروسية الأوكرانية فقد فاقمت الخلاف أكثر، فبعد أن شاركت اليابان في العقوبات على روسيا في بداية الحرب، قامت موسكو بتجميد المفاوضات تماماً حول الجزر، فموسكو تخشى نشر قواعد عسكرية أمريكية في الجزر حال إعادتها إلى اليابان، عدا عن أن اليابان أعلنت التخلي عن مسارها السلمي الذي التزمت به لعقود، وقررت التحول إلى العسكرة وزادت في الإنفاق العسكري، ما صعد التوتر أكثر. فهل ستقع مواجهة عسكرية بين البلدين؟ وهل اليابان قادرة بالفعل على مواجهة ثاني أقوى جيش في العالم، وهي التي يأتي جيشها في المرتبة الثامنة؟ ثم إذا كانت اليابان لديها 1451 طائرة، فإن روسيا تمتلك 4182، وإذا كانت اليابان لديها 111,000 مدرعة، فإن روسيا تمتلك 151,000، هذا عدا عن تفوق الأسطول البحري الروسي على الأسطول البحري الياباني بكثير. فعلى ماذا يستند جيش الساموراي في تحدي روسيا؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.